بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل سويا الجزء الثاني من محاضرة الانتيروباكتيريسي. كليبسيلا انتيروباكتر سيراشيا هافنيا، هذه الأنواع المختلفة من البكتيريا وين موجودة؟ طبعا في الانتستاينال تراكت، بتسبب العديد من الالتهابات مثل نيمونيا ووند اند يو تي اي يورينري تراكت انفكشن. من المعلومات الهامة اللي احنا بنعرفها انه لازم نعرف شو المعلومات اللي بتتعلق بهاي المجموعة، البسيلا انتيروباكتر سيراشيا هافنيا، واللي سام سبيشيز ار نان موتايل، منها نان موتايل، كنا حكينا عن البسيلا على سبيل المثال. في عندنا السيمون سيتريت بوزيتيف، هذه معلومة مهمة نذكرها. الاتش تو اس نيجاتيف، فينال الانين دياميناز نيجاتيف، سام ويك يوريز بوزيتيف، وخصوصا برضه بنرجع لمين؟ للكليبسيلا. الكليبسيلا يعني في المقارنات دائما انه الاشريشيا كولاي، مثلا بالمقارنات ما بين الاشريشيا كولاي والكليبسيلا، الاشريشيا كولاي يعتبر يوريز نيجاتيف، الكليبسيلا ويكلي يوريز بوزيتيف. هذه من فحوصات هامه ايضا في التفريق. كذلك المثال ريد نيجاتيف وفوكس بروسكور بوزيتيف، وهذه ايضا من الحاجات اللي شرحناها مع بعض. بنتذكر في العملي لما قعدنا نقول فحص الام فيك تيست، اللي هو ام فيك اللي هو اندول ميثايريد وفوكس بروسكور سيتريت، وتحدثنا في ذلك الوقت انه الاشريشيا كلها بتكون بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، اما الكليبسيلا بتكون نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. فهنا من الاشياء اللي بناخذها في التفصيلات عن مثلا بالفروقات ما بين الايكولاي والكلبسيلا، فنجد هنا المثال ريد نيجاتيف، الفوجس بروسكور عندي بيكون بوزيتيف. نيجي على الكلبسيلا، هذا النوع من البكتيريا طبعا له اهميه. وين ممكن الاقيه موجود؟ ممكن الاقيه طبعا في الدايجستيف وفي الريسبيراتوري سيستم اوف هيومن وانيمال. كذلك في عنا عديد من الأنواع من كليبسيلا، مثلا من أكثرها شهرة والحديث عنه كليبسيلا نيمونيا، أيضا في عنا كليبسيلا أيروجينز وزينيا، في عنا رينوسكلوروماتيس، هذه من أنواع الكليبسيلا. بالنسبة لهذه النوع من البكتيريا إيش بتسبب عندي؟ opportunistic infections، بتسبب اللي هي تعتبر بكتيريا انتهازية opportunistic. ففهمنا شو معنى انتهازية؟ إنه موجودة على شكل نورمال فلورا في مكان معين، ولكن فيما إذا ذهبت إلى مكان آخر يمكن أن تسبب التهابات. في عندنا فيريولانس فاكتور مهمة في الكليبسيلا، منها البوليساكارايد كبسول، والبوليساكارايد كبسول هي لها دور مهم في إنها تخلي البكتيريا إيش مالها؟ تتحاشى عملية البلعمة اللي إحنا بنسميها evasion of phagocytosis، او هنا كمان هي يوضح لي اياها كمان بشكل مفصل اكثر، انها بتعمل بروتكت اجينست فاجوسايتوسيس اند انتيبايوتكس، بتحميها من عمليه البلعمه او تاثير المضادات الحيويه. وكذلك الكولونيز بتخلي المستعمرات البكتيريه مميز إلها. اذا بتتذكر في العمل كيف كان الفرق في الشكل ما بين الاشريشيا كولاي والكليبسيلا، الاشريشيا كولاي كانت دراي، كولونيات لونها بينك ودراي، اما الكليبسيلا ايش كان شكلها؟ ميوكويد مخاطي. في عندنا لها برضه رائحه متخمره متميزه للكليبسيلا. هذا النوع من البكتيريا له دور هام في التسبب بمين؟ بالنوزوكوميا نيمونيا. ايش مقصود بالنوزوكوميا نيمونيا؟ انه في عندي انا التهاب رئوي، وهذا الالتهاب الرئوي ممكن عمل يعدي الاخرين في المستشفى. فمين في مين نوع من البكتيريا ممكن انه يكون له دور في نقل هذه العدوى في المستشفيات من شخص الى اخر؟ مثل الكليبسيلا. كذلك يمكن لهذا الميكروب انه يسبب مين عندي؟ بكتيريميا، ممكن يسبب عندي مينينجايتس وونت انفكشن، ايضا بالاضافه لمين؟ ليورينري تراكت انفكشن، التهابات المجاري البولية. مورفولوجي اند فسيولوجي، بالنسبة لهاي البكتيريا من ناحية مورفولوجي وفسيولوجي عبارة عن شورت جرام نيجاتيف روتس، فاكولتاتيف انايروب،
grow readily and rapidly in simple media. طبعا بتنمو بشكل واضح على مين بنتذكر على differential media زي مين؟ زي المكونكي اجارو. ليش سمينا differential؟ بنرجع نسأل، لأنه يميز البكتيريا تبعا للون، حيث الشيشيا كولاي والكليبسيلا بينوا عندي لون بينك كلر، وشرحنا في المحاضرة السابقة ليش، وحنسأل هذا الشيء في المناقشة. ومثلا أنواع أخرى حنتحدث عنها لاحقا زي البروتياس بتكون كلرلس، وليش هذا ليش بتكون كلرلس؟ برضه هذا من الأسئلة المهمة اللي لازم نكون عارفين إجابتها. الكليبسيلا بتحتوي على لارج كبسول، برضه تتميز المستعمرات البكتيرية تاعتها انها ميوكويد مخاطية. significant biochemical reaction من الفحوصات الكيميائية الهامة عندي انه بكون عندي لاكتوز بوزيتيف، تعمل بكون اللاكتوز عندي بوزيتيف. most are urease بوزيتيف، معظمها ايش بكون عندي اليوريز، شرحنا هذا الامر. وانها هل هي متالج، وان هي من انواع البكتيريا التي تعتبر متحركة. كليبسيلا اون بلاد اغار، كليبسيلا اون ماكونكي، انا جرام ستين اوف كليبسيلا. ممتاز. انتيروباكتر سبيشيز كومبرايزد اوف 12 سبيشيز اللي هو الانتيروباكتر. بالنسبه للانتيروباكتر، مين اكثر انواع شائعه من الانتيروباكتر؟ في عندنا الانتيروباكتر كوليكي، وفي عندنا الانتيروباكتر ايروجينز. بالنسبه لهي البكتيريا ممكن نعزلها من اي اماكن، مثل العينات الجروح، او من البول، او من البلد، او من السي اس اف. هذا دلاله على انه في هذه المناطق بتسبب التهابات، وهذا كلام واضح. فميجور كاركترستيك لها لهي البكتيريا انها طبعا ممكن في شكلها ممكن تعطي شبه قريب نوعا ما للكليبسيلا. ايش في فرق اساسي بينه وبين الكليبسيلا؟ الكليبسيلا قبل شوي حكينا عنها نان موتايل، اما هي تعتبر ايش؟ موتايل. مثال ريد نيجاتيف فوق سبر سكور بوزيتيف، هذه من البايوكيميكال الكيميائيه الهامه لهذا الميكرو. هاي شكل عندي الانتيروباكتر، وهي هذا الجرام ستين شكلها على الطبق، وهنا الشكل هالي تحت الجرام ستين للبكتيريا. نيجي للبكتيريا الثانية زي مين عندي؟ زي اللي هو سيراتيا. سيراتيا بالنسبة للسيراتيا هذا النوع من البكتيريا، it is the seven species، لكن وجدوا انه سيراتيا ماركسكنز is the only one clinically important، اكثر نوع منها يعتبر مهم. في شغله مهمه في هذا النوع من البكتيريا، طبعا تتميز انها بتعمل ريد بيجمنت، بتنتج صبغه بكون لونها على حمار على في الطبق. لو طلعنا على الطبق المولر هنتون بعد ما عملوا سنسيتيفيتي بلاقي هذه من الشغلات الهامه وبتميزها للسراشيا. طبعا في عالم فيزيائي ايطالي اسمه سراتيا، على كان له كان العوده في اسم السراتيا لهذا العالم ايضا. بالنسبه للبكتيريا ممكن انها تعمل نوزوكوميال انفكشن، صار واضح شو معنى نوزوكوميال. رح نسال هذا السؤال، ايش بنقصد بنوزوكوميال انفكشن؟ اللي هو عدوى المستشفيات، بحيث الشخص عندما يكون في المستشفى بيدخل المستشفى يمكن ان تنتقل اليه العدوى من شخص اخر خلال اقامته في المستشفى، هذا اللي بنسميه احنا نوزوكوميال انفكشن. of urinary or respiratory tracts implicated in bacteremic outbreaks in nurseries, cardiac surgery and burn units. fairly resistant to antibiotics. هذا النوع من البكتيريا يعتبر مقاوم لمين؟ للمضادات الحيويه. سيراتيا سبيشيز الميجور كاركترستكس لهذا النوع من البكتيريا انها بتعمل فيرمنت لاكتوز سلولي، هذه من الحاجات الهامه. وانه قلنا قبل شوي انها بتنتج بينك بيجمنت اللي لونها عريض تقريبا، وخصوصا عندما يتم زراعتها عند الروم تمبرتشر. هذه معلومة جدا مهمة عن السراشيا. أيضا من المعلومات الهامة انها حكينا عن هذه المعلومات أعتقد بشكل واضح، لاكتوز فيرمنت لاكتوز سلولي، وانها بتنتج اللي هو بينك ريد بيجمنت، وخصوصا عندما تترك عند الروم تمبرتشر.
هي شكلها أعتقد واضح جدا، هذا اللي هو شكل المستعمرات البكتيرية للسراشيا الموجودة على البلاد أجار. أنا السراشيا الموجودة على الماكونكي أجار، أنا جرامستين لمين للسراشيا. كيف ممكن يكون طبعا شكلها تحت اللي هو الميكروسكوب؟ هافنيا سبيشيز. ليش للهافنيا؟ هافنيا في عنا هافنيا الفي از اونلي سبيشيز has been isolated from many anatomical sites، من عديد من أماكن في جسم الإنسان، وكذلك يمكن عزلها من البيئة أيضا. و occasionally عادة ما يتم عزل هذا الميكروب من وين؟ من الاستول، من عينات البراز. وما الحاجات البيوكيميكالز اللي هامة للهافنيا سبيشيز إنه بنلاقيها delayed citrate reaction. هتقول لو سألنا وحنسأل هذا السؤال، ايش مقصود ب delayed citrate reaction؟ يعني احنا مش بنتذكر لما نقول والله اوفر نايت انكوبيشن، بيرجع على الطبق يفترض انه يطلع نتيجه. delayed يعني يعطي النتائج في مرحله متاخره، عشان دائما لما نقول عن حاجه delayed بنتظر لها وقت اطول حتى نطلع نتيجتها نيجاتيف. ليش؟ لانه في بعض الميكروبات واللي delayed lactose fermenter، انا بقول delayed citrate رياكشن. فهذه معلومات جدا مهمة. نيجي للمجموعة التي تليها اللي هي مجموعة البروتيس، مورجانيلا، ام بروفيدانشيا سبيشيز. طيب هنا بنقول انه هاي البكتيريا كما تحدثنا في السابق اوبورتونيستيك. ايش يعني؟ وين موجودة هذه البكتيريا؟ في منطقة الانتستاين از نورمال فلورا، اول ارم نورمال انتستاينال فلورا زي ما حكينا. وايش طبيعتها؟ اوبورتونيستيك باثوجين. ايش في شغله بتميزها مع بعض؟ انها بتعمل ديمينيشن لمين؟ للفينايل الانانين، ديمينيت فينايل الانانين. هل هذه البكتيريا لاكتوز فيرمنتر ولا نان لاكتوز فيرمنتر؟ انا شحطه حمراء كبيره كبيره انها نان لاكتوز فيرمنتر. يعني لو سألنا السؤال مرة ثانية الآن نسأله إنه هاي البروتياس لو أنا بدي أحطها على المكونكي أجار، إيش شكل هاي البروتياس بكون؟ البروتياس بتكون كلرلس، ترانسبيرنت كلرلس كولوني. ترانسبيرنت كلرلس كولوني إيش هذا يدلل؟ إنه البكتيريا لم تقوم بعملية تخمير لللاكتوز، وبالتالي بما إنها ما صارش عملية فيرمنتيشن انه ينتج الاسيد اند جاز، مش متذكر قلنا ينتج الاسيد بتفاعل مع الانديكيتور اللي هو النيوترال ريد. طب في هذه الحاله ما تكونش الاسيد حتى يتفاعل مع النيوترال ريد الموجود في المكون كأجار، فهل حتظهر لونها بينك كلر؟ لا طبعا، حتظهر لونها كلرلس، ترانسبيرنت كلرلس كولز. بروتيس ميريباريس فولجاريس اكثر انواع مشهوره فيها اللي هو بروتيس ميريباريس ام بروتيس فولجاريس. هاي البكتيريا بيتم عزلها من مين؟ من الوونز، من الاير، ام بكتيريميك انفكشن. يعني ممكن يتم عزلها من اكثر من مكان، زي عند الجروح، الاذن، واللي هو الالتهابات البكتيريه. يمكن للبروتيس ايش انها تسبب؟ يورينري تراكت انفكشن، وخصوصا in patients with long term urinary catheters. يعني البروتياس بتسبب ال UTI، ولكن بتسبب ال UTI في مين؟ في المرضى اللي عندهم long term urinary catheter، الناس اللي بيكونوا مركبين قسطرة وبتكون موجودة معهم لفترة طويلة. فمن ضمن الحاجات خصوصا المعاقين، خلينا نكون توضيح أكثر، فهذول بيكونوا مركبين قسطرة، فبالتالي لو جينا بنلاقي من ضمن من وقت لاخر هؤلاء الناس عرضه للاصابه بمين؟ باليو تي اي او باليورينري تراكت انفكشن. كذلك من الاشياء المهمه انه انفكشن اندوس كيدني ستون كان ديفلوب، ممكن يصير في كيدني ستون. تمام، هي نقطه مهمه، حصاوي للكلى. ريزيستنت، طبيعة البروتيس تعتبر مقاومة للمضادات الحيوية بالمقارنة مع الإشريشيا كولاي والكليبسيلا. يعني لو سألنا مين أكثر حساسية للمضادات الحيوية،
الإيكولاي، الكليبسيلا، الزراتشيا، الانتيروباكتر، ولا البروتياس؟ طبعا بالمقارنة الإيكولاي والكليبسيلا مع البروتياس، لا البروتياس يعتبر أكثر ريزيست، إيش يعني أكثر مقاومة للمضادات الحيوية بالمقارنة مع الكليبسيلا والشيشيا كولاي. بالنسبة للبروتياس إيش مكتوب لي هنا؟ مش بس يورياز بوزيتيف، نتذكر هذه المعلومة بشكل مهم، strongly. إيش مقصود بسترونجلي؟ إنه it can give the result within 4 hours، يمكن أن تعطي النتيجة في خلال إيش؟ 4 ساعات. Both are phenylalanine deaminase positive. طبعا أنواع هذه للبروتياس كل منهم يعتبر phenylalanine deaminase positive. فيما يتعلق بالبروتياس، البروتياس تعتبر هذا النوع من البكتيريا very actively motile، يعني تعتبر متحركة. مين اللي بيساعدها في الحركة هاي البكتيريا؟ الفلاجيلا. ايش طبيعة الفلاجيلا؟ بيريترايكس، على يعني على السيل وول. الفلاجيلا متغطي طبعا اللي هو سطح البكتيريا، والبيريترايكس على جميع انحاء اللي هو جدار الخلية، وهذا بيساعدها على الحركة بشكل كبير. وبالتالي وجدوا أثر ذلك، إنه حتى إنه لما نزرعها على الميديا إيش بتعمل؟ تموجات، سوارمينج. سوارمينج مقصود فيها تموجات على الوسط البيئي. هذه شغلة جدا بتسهل علينا تعريف، إنه والله لما ألاقي التموجات موجودة في البلاد أجار أوتوماتيك، إنه بعرف إنه هاي البكتيريا عبارة عن مين؟ عن بروتياس. ايضا في عندنا ميثودز بنعمل بتعمل انهبشن لمين؟ للسوارمينج. امر هام في عندنا من ضمن الاشياء اللي حنتحدث عنها اللي هي الدينز فونومين، ومن ضمن البايوكيميكال رياكشن ويل فيليكس رياكشن اللي اخذتوه مع دكتور منصور لتعريف اللي هو اريكيتسيال انفكشن اللي هو حمى التيفوس. فاعتمادا على انه هناك كروس رياكتيفيتي، ها مهمه هذه الجمله، ما بين الانتيجنز تبعت البروتياس وما بين الانتيجنز تبعت الريكيتسيا، وحيث ان الريكيتسيا اوبليجيت انترا سيلولار بكتيريا، وبالتالي صعب ان انا اخذ من الانتيجن واتعرف عليه. عشان هيك وجدوا بالتشابه الكروس رياكتيفيتي ما بين الانتيجنز تبعت الريكيتسيا والبروتياس، استغلوا البروتياس اوكس 19 واوكس 2 واوكس كي لعمل فحوصات اللي هو الريكيتسيا الانفكشن، بحيث انه بتعرف على الانتي بوديز اللي بتتكون عند الانسان المصاب. ممتاز. بالنسبه للديز فونامين ايش المقصود في ذلك؟ انه انا في عندي لاين اوف انهبشن يعني بتكون. هذا طبعا اللاين ملاحظين هنا، في عندنا لاين واضح، هاي اللاين شايفينه، هاي هنا عندنا اللاين، تمام. فايش بيقصد هنا؟ line of inhibited growth resulted from the production and of and sensitivity of different types of bacteriocins namely proteasins. هذه نقطة مهمة جدا. مين بينتج هذه؟ different strains of protease species. عشان هيك احنا بنطلق عليها مين؟ اللي هي دينز فونومين. ايش يعني؟ بالبسيطة بشكل اسهل كتير، انه انا عندي بروتياس سبيشيز، في عندي سترينز مختلفه من مين؟ من البروتياس سبيشيز. هذه السترينز ايش بتنتج عندي؟ انواع مختلفه من مين؟ من البكتيريوسينز، مثل البروتيسينز. فعلى ذلك ايش حيتكون عندي لما يكون عندي هاي؟ شايفين دي عملت سوارمينج وسي عملت سوارمينج، لكن ايش تكون؟ لاين، انا بسموه لاين اوف انهبتد جروث. ايش اللي خلى هذا اللاين اوف انهبتد جروث يتكون؟ نتيجه اللي هو انتاج مين؟ هذا السترين سي او دي. ايش كونت عندي؟ كونت عند او في زي الصوره الثانيه اي او دي، او هذه السترينز ايش كونت؟ كونت اللي هي البكتيريوسينز او البروتوسينز، وهذا البروتوسينز عمل اللي هو اللاين اوف انهبشن. اظن هيك اعتقد واضحه. سموها الدينز فينومين. هذه شغلة مميزة في البروتياس. أظن لما أقول تموجات، هي واضح التموجات كيف شكلها. هذه لما أشوف أنا في طبق، أي طبق أشوف فيه هذه التموجات، أوتوماتيك بعرف إنه هاي البكتيريا اللي عندي عبارة عن بروتياس. تتذكر حكينا عنها لاكتوز ولا نون لاكتوز فيرمنتر؟ إيش لونها هنا على الطبق؟ كالرلس. ليش كالرلس؟ إن شاء الله في
لقاء المناقشة حنجاوب عليه مع بعض، جاوبنا عليه خلال المحاضرة والمحاضرة السابقة. إذا هاي بتوضح لي أيضا كيف بتصير عملية السوارمينج للبروتياز، لأنها بتتميز إنه البكتيريا زي ما أنتم شايفين بيريترايكس، الفلاجيلا بتساعدها على الحركة داخل على الوسط البيئي. إيه شغلات مميزة جدا بنستطيع نعرف عن اللي هي البروتياس، شو هم الحاجتين المهمين جدا جدا بنستطيع نتعرف بكل سهولة عليها انها بتعمل سوارمنج اللي شفناه مع بعض. وفي شغلة كنا حكيناها قبل شوية، ايش قلنا عنها؟ مش بس يورياز بوزيتيف، سترونجلي يورياز بوزيتيف، خلال 4 ساعات بستطيع ان احصل على نتيجتها. واليورياز بوزيتيف ايش بكون اللون عندي؟ بينك. نيجاتيف ايش بكون عندي؟ يلو. بستطيع ان احصل على هذه النتيجه في خلال كم وقت؟ هل بستنى لثاني يوم حتى احصل على النتيجه؟ لا، في خلال 4 ساعات. ايضا عندنا المورغانيلا، في عندنا مورغانيلا مورغان هي عباره عن اولي سبيشيز، هذا ايضا بتسبب اللي هو التهابات في المجاري البوليه، وممكن نعزلها من اماكن مختلفه isolated from another anatomical sites من جسم الانسان. الشغله المميزه فيها كمان بروتياس اللي هو يورياز بوزيتيف وفينايل الانين ديامينيز بوزيتيف. هذه معلومات مهمه عن المورغانيلا مورغاني. في عندنا البروفيدانشيا سبيشيز، البروفيدانشيا سبيشيز في عندنا بروفيدانشيا ريدجيري وفي ستورتي. بالنسبه للبروفيدانشيا ريدجيري هذا عباره عن ايضا باثوجين بتعمل يو تي اي، وكذلك لها دور في انها تسبب مين اللي حكينا عنه؟ عدوى المستشفيات اللي نوزوكوميال اوت بريكس. البروفيدانيا ستورتي بتسبب ايضا نوزوكوميال اوت بريك كذا زي ريدجيري، وخصوصا وين؟ في كذلك في البيرن يونت في اقسام الحروق، وتم عزلها ايضا من اللي هو عينات البول، كل منها زي مين؟ زي البروتياس اللي هي تعتبر فينايل الانين ديامينيز بوزيتيف، والمورغانيلا ايضا. سيتروباكتر سبيشيز، لو جينا على السيتروباكتر في منها نوع شائع من مجموعه السيتروباكتر، في عندنا سيتروباكتر فرونتياي، هذا النوع من برضه مرتبط بنوزوكوميل انفكشن، وخصوصا وجدوا انه هذا النوع مرتبط بمين؟ باليو تي اي، بالتهابات المجاري البوليه، نيمونيا، التهابات الرئويه، انتر ابدومينال ابسس. فهذه من الاشياء المعروفه عن هذا النوع من البكتيريا اللي هو السيتروباكتر، سيتروباكتر فرونتياي اللي هو مرتبط بنوزوكوميال انفكشنز. طبيعه السيتروباكتر ايش بيعمل عندي؟ بيعمل فيرمنت لمين؟ لللاكتوز، وبيعمل هيدرولايز لليوريا سلولي. هذه من الميزات الهامه للسيتروباكتر. كذلك بيشبه مين؟ وهذا بالفعل يعني اتذكر خلال عملنا في وزاره الصحه في مختبر المركز بعياده الرمال، كثير كنا نلاحظ في التشابه حتى في بعض النتائج، حتى اتذكر نتائج الاي بي اي اللي حناخده مع بعض ان شاء الله خلال هذا الفصل، احد اهم البايوكيميكال رياكشن المانيوال اللي ممكن من خلاله نتعرف على البكتيريا، انه كنا نلاحظ في تشابه كثير ما بين السالمونيلا والستروباكتر. مين الحكم النهائي؟ اذا بنتذكر لما حكينا قلنا انتيجن انتي بادي رياكشن، بتذكر قلت لكم حتى لو انا عرفت البكتيريا من شكلها للسالمونيلا وعملت اي بي اي وطلعت الفحوصات الكيميائيه التي تعرفها، لكن حتى اعطي النتيجه النهائيه لابد اني اعمل سيرولوجيكال تيست. ايش السيرولوجيكال تيست؟ اعتمادا على مين؟ انتيجن انتي بادي رياكشن. وايش حكينا الانتيجن؟ ايش الانتيجن الموجود على سطح الخليه البكتيريه بالسالمونيلا اللي ممكن نعمل بناء على اساسه الفايلز اللي عملوها العلماء، اللي هي عندنا السوماتيك والفلاجيلر والكابسولر. هذا كلام ما ننساهوش وحنحكيه ايضا في السالمونيلا. اي طبعا بوضح كيف شكل عند السيتروباكتر على الطبق وتحت الان الجزء الاخير عندي في هذا البارت اللي حنتحدث حيكون عن اللي هو السالمونيلا. سالمونيلا طبعا هذه البكتيريا
بتسبب حمى التيفوئيد. بالنسبة لهذه النوع من البكتيريا في عندي أكثر من 2500 سيروتايب منها، اعتمادا على مين بشكل مركزي وأساسي في العمل السيرولوجيكال أناليسيز للأو والأتش أنتيجين السوماتيك والفلاجيلر أنتيجين. وجدوا أنه في عندي أكثر من 2500 سيروتايب. ومين كان من العلماء اللي لهم دور في عملية الكلاسيفيكيشن للسالمونيلا بناء على الاتجينيك ستراكشر؟ اللي هو العالم كوفمان وايت سكيم. هذا كان له دور كبير في تقسيم اللي هو السالمونيلا بناء على الانتجينيك ستراكشر. مين عند الانواع اللي متعارف عليها في السالمونيلا؟ اكثر الانواع شهرة معروفة بتسببها لحمى التيفوئيد اللي هي السالمونيلا تايفي. سالمونيلا تايفي طبعا هاي البكتيريا ايش بتسبب؟ تيفويد فيفر، انتيريك فيفر، حمى التيفوئيد. سالمونيلا باراتاي في اي وبي وسي، ايش هذا السالمونيلا باراتاي في اي وبي وسي؟ بتسبب الباراتايفويد فيفر. يعني هنا بتسبب التيفويد فيفر وهنا بتسبب الباراتايفويد فيفر. سالمونيلا تايفي ميوريوم طبعا في عندنا مونتفيديا وفي وين، هاي بتسبب اللي هي السالمونيلوسيز او بيطلق عليها انترايتس. سالمونيلا تايفي ميوريوم بتعمل مين؟ سالمونيلوسيز او انترايتس. هذا الكلام حنتحدث عنه بمزيد من التفصيل ان شاء الله. لو جينا على السالمونيلا، طبيعه السالمونيلا عباره عن جرام نيجاتيف باسيلاي. هل هي موتايل؟ نعم، بنحط هنا شحطه ودويره انها احد الاشياء اللي بيميزنا السالمونيلا انها موتايل جرام نيجاتيف. فاكولتيتيف انايروب، معروف شو فاكولتيتيف انايروب، ان هذه البكتيريا بتعيش اختياريه هوائيه في وجود الهواء وعدم. نان لاكتوز فيرمنتر، واضحه هذه الكلمه صارت نان لاكتوز فيرمنتر، صارت مفهومه. لما اقول كلمه نان لاكتوز فيرمنتر حسالك او حسالك سؤال، ايش مقصود بنان لاكتوز فيرمنتر؟ كيف شكلها على طبق المكونكي؟ وليش ظهرت كالرلس او ترانسبيرنت كورني؟ هذه من الاسئله اللي حنسالها. طبيعه السالمونيلا نيجاتيف فور مين؟ اندول، ونيجاتيف فور بوجوس بروسكوور، فينال انانين ديامينيز اند يورييز. هذه من الاشياء الهامه عن اللي هو السالمونيلا. في عندنا الاتش 2 اس برودكشن كولوني. طبيعه السالمونيلا ايش طبيعتها؟ هاي النوع من البكتيريا. الحاجه الثانيه اللي احنا بنركز عليها انه قلنا قبل شويه موتايل، هي الحاجه الثانيه قاعدين بنحكي شيء هي انها بتعمل بتنتج اللي هو الاتش 2 اس انديفرنشال سيلكتيف اجار، بحيث انها طبيعتها زي ما حكينا كلرلس نون لاكتوز فيرمنتد كورن وحكيناها. وايش كمان بنتذكر شغله مهمه، اتش 2 اس برودكشن، اتش 2 اس. فايش الكورن بتظهر لونها اذا صرنا حاكيين قبل شويه اتش 2 اس برودكشن كورني؟ لانها بتنتج الاتش 2 اس. ايش لونها على الميديا السلكتيف ميديا زي الاس اس اجار او الاكس ال دي او الهيكتون انتريك؟ وحنشرح عنهم برضه هذول وحنناقش عنهم هذه الاوساط البيئيه لانها مهمه. بتظهر عندي بلاك كولونيز اون ذا ميديا. هل بتنمو في البوتاسيوم سيانيد؟ لا تنمو. ريزيستنت تو بايل سولز، مقاومه للبايل سولز. لارج اند كومبلكس جروب اوف اورجانيزمز. طبعا ممكن اللي هي هذه نعملها جروبنج زي ما حكيت، بناء على مين اللي بعملها جروبنج؟ كم فايل احنا بنستخدم فيه؟ كتير لو بدنا نعدد حسب الانواع، لكن بمركزيه الانتيجن، مين الانتيجنز الرئيسيه اللي تم على اساسها عمل سيرو جروبنج؟ قلنا قبل شوي الاو والاتش. ايضا عندي مين كمان؟ الفي اي الكابسولر. هذول لهم دور كبير في التعرف على البكتيريا. تمام. شكل البكتيريا زي ما انتم شايفين على الاس اس اجار اتش 2 اس برودكشن كولوني، على الهيكتون انتريك برضه اتش 2 اس برودكشن كولوني، وعلى الاكس ال دي اتش 2 اس برودكشن كولوني. بالنسبه للبايوكيميكال رياكشن، في بايوكيميكال رياكشن حناخده مع بعض بالتفصيل خلال هذا المساق، اللي هو عندي هنا فحص اللي يسموه تريبل شوجر ايرون. التريبل شوجر ايرون K
كيف انا شكل بظهر معي الكالاين على مين؟ على اسيد. انا الالكالاين على اسيد مع H2S برودكشن، بس الكلام هذا ان شاء الله حنتطرق له في الشكل العملي بشكل مفصل، ما تقلقوش يعني من هذه المعلومات لانه حنشرحها بشكل مفصل في الجانب العملي وحتفهموها اكثر يعني. فبالتالي يمكن خلينا الان نمر عليها شريحة، لكن we will discuss it in details، يعني سوف نشرحها بشيء كبير. سالمونيلا تايفي الهيومن هو الاولي هوست، بتسبب تيفويد فيفر، حمى تيفويد. طبعا طريقة انتقال او اصابة الانسان بحمى تيفويد عن طريق تناول مين؟ اللي هو الطعام او الماء الملوث، بخصوص المي الملوث والسوج، بحيث انه البكتيريا بتكون عندي موجودة، وخصوصا من الناس اللي يعتبروا حاملين. لانه انا في شغله برضه مميزه في شرحنا عن السالمونيلا، انه بنلاقي في ناس لا تظهر عليه اعراض الاصابه بالمرض ولكن يعتبر حامل للميكروب. وهنا بتوقف عن شغله، انه خلال شغلنا برضه في عياده الرمال في المختبر المركزي بوزاره الصحه، ايش كنا هناك خلال عملنا؟ كان ناتجين عينات الستول لمين؟ للناس اللي بتشتغل في المطابخ في المطاعم. ليش؟ حتى لأنه خوفا من أن يكون حدا من اللي بيشتغلوا في المطابخ أو المطاعم الموجودة هناك مصاب بمين؟ بحامل لميكروب السالمونيلا، ويكون مصدر لعدوى مين؟ الناس الآخرين. البكتيريا هنا بقول لي تستطيع أنها pass through intestine، ممكن أنها من خلال الانتستاين تروح على وين؟ على الدم، وتروح على وين كمان؟ على الليفر، سبلين، بون مارو، انجول بلادر. هذا ممر هام تمر وتسلك البكتيريا من خلال الانتستان. وين بتروح؟ يعني بعيد الكلام ثاني، بتروح على الدم. ومن الدم وين ممكن تروح؟ ايضا على هنا الجورجنز مهمه، الليفر، سبلين، بون مارو. وين ايضا هذا بدي احط عليها دويره. ليش حطيت على الجول بلادر دويره؟ لانه هنا الجول بلادر الناس اللي يعتبروا حاملين لميكروب السالمونيلا وين بنلاقيها؟ تستقر عندهم في الجول بلادر. حتى انه بعض الناس اللي بيعتبروا حاملين للميكروب لفتره طويله من الزمن واخذوا علاجات ولم يستجيبوا للعلاجات، ايش بروحوا بيسووا في الجول بلادر عندهم؟ بشيلوها. تمام؟ هذه من المعلومه اللي نتذكرها. واللي في بعض الناس المصابين انه البكتيريا بتطلع من الجول بلادر، ايش بتروح تعمل؟ تعمل ري انفكشن، بتعيد اصابه مين؟ الانتستان، وبالتالي يصاب المريض بمين؟ بالجاسترو انترايتس، بصير عنده ريكارنس اوف بكتيريميا، ترجع انه البكتيريا ترجع في الدم مره اخرى. هذه كثير ملاحظات مهمه يجب انه نركز عليها في موضوع السالمونيلا. طيب ايضا بقول البكتيريا ممكن تعمل السريت وبيرفوريت الانتستاينال وول، وتعمل وين كمان؟ تعمل بيروتينايتس، التهاب الغشاء البريتوني، تمام، لمنطقه غشاء البطن. هذه نقطه. التريتمنت بتستخدم مضادات حيويه زي الامبيسيلين، كلورامفينيكول، تريميثوبريم، سلفاميثاكسازول. ايضا المضادات الحيويه بيستخدموها الان زي زي مجموعه الكونالونز والسبروكسين والفلوكساسين. ايش في عندنا؟ فاكسين تاب. هذا الفاكسين يعتبر افيلابل بحيث انه موجود طبعا بشكل بيعطي حمايه مؤقته، وخصوصا للناس اللي بيسافروا لمنطقه يعتبر الوباء فيها حمى التيفويد مستوطن، فعشان هيك بروح بعطوه تطعيم اللي هو تاب، يعني بشكل بس حماية مؤقتة في خلال وجوده في هذا المكان اللي ممكن يمر من خلاله أو يوجد فيه لفترة. تيفويد كارير، حكينا تيفويد كارير قبل شوي، وين هذول الناس اللي بشكلوا نسبة حاملين لميكروب السالمونيلا ويمكن أن يكون مصدر لانتقال الوباء. في عنا convalescent carrier، permanent carrier، في ناس بيشفوا منهم، في بضل موجود معاهم. فعشان هيك احنا ايش بنروح بنساوي؟ بنفحص الفود هاندلر، الناس اللي بتعاملوا مع الفود، الطباخين. هذول الناس بنعملهم فحص لمين؟ للسالمونيلا، وخصوصا وجود الفي اي انتي بوديز، وبنعمل علاج لهم. وقلنا قبل شوي اذا ما تعالجوش ايش بنساوي في الجول بلادر تاعتهم؟ بنشيلها. ايبيديمولوجي السالمونيلا تايفي وبارا تايفي موجوده طبعا انفكتيف فور هيومنز، موجوده في الانتستاين
and feces of most birds, reptiles and mammals. تقريبا في عندي اكثر من 2000 species. بالنسبه للسالمونيلا باثوجينيك وين بنلاقيها؟ موجوده في الانيمالز. من وين يعني؟ في البولتري، في البيكس، في الرودنس، في الكاتل، في البيتس. بس انا هنا بدي اعطي ملاحظه انه خلال ايضا عملنا في المختبر ايش كانت تجينا عينات ناخذ من الطب البيطري، يجيبوا لنا عينات من الدجاج لانه كانت احد مصادر انتقال السالمونيلا للانسان من خلال الدجاج، فكانوا يجيبوا لنا عينات انه يمكن ان تكون مصدرا لانتقال السالمونيلا. هذه نركز عليها لانه ممكن تكون كونستيتيوت ريزرفوار اوف هيومن انفكشن، يعتبر مصدر لاصابه الانسان بهذا الميكروب. الانسان بيكون مصاب بالميكروب لما يعمل انجستشن اوف كونتامينيتد فود او درينك، بحيث انه يتناول طعام او شراب ملوث، حيث يكون نسبه الميكروب تبع السالمونيلا من 10 اس 6 ل 10 اس قديش 8. لا but that for salmonella typhi is lower. effective dose بتكون ما بين 10 أو 6 ل 10 أو 8، لكن of salmonella typhi بتكون lower. واللي في الchildren كيفية انتقال الميكروب من إلهم fecal oral route، معروف الgastroenteritis ينتقل بشكل مركزي fecal oral route. إيش مقصود يعني من كلمة fecal oral route؟ يعني الطفل من خلال تبرز صار في عندي تلوث بمقتنيات اخرى، تناول اخوه الصغير لعب في شغلات ثانيه، عن تناولها عن طريق اللي راح شرب اكل، وبالتالي انتقل وتلوث وصار عندي فيكال اورال رود. The most common source of human infection في عندنا poultry eggs dairy products، وحكينا هذا الكلام، او الطعام الملوث طبعا uncontaminated work surfaces في اماكن ملوثه. Over major sources of infection of enteric fever، مين يعتبر مصدر مهم للانتقال من خلال الكاريرز؟ وهذا الكلام شرحناه بشكل. بالنسبة للسالمونيلا في عنا الانترايتس اللي حكينا عنها، سالمونيلا تايفي ميوريوم، وفي عنا سالمونيلا تايفي. التايفي ميوريوم طبعا هي عبارة عن نوع من السالمونيلا، وأعتقد صار عندنا كلام واضح تفصيلي عنها، اللي هي الانفكشوس دوز تاعتها قديش عندي للسالمونيلا تايفي ميوريوم اللي بتعمل انترايتس او سالمونيلوسيس 10 اس 8. وين ممكن اعزلها؟ من البولتري، من الايجز، طبعا يعتبر سورس اوف انفكشن. قديش الانكوبيشن بيريود عندي؟ من 6 ل 48 ساعه. ايش من الاعراض الرئيسيه اللي ممكن نلاقيها موجوده؟ زي النوزيا، فوميتنج، نان بلادي دياريا، فيفر، كرامبس، ماليزيا اند هيديك كومون. هذه من الاشياء والاعراض اللي بنلاقيها موجوده عند مين؟ المصاب بميكروب السالمونيلا. سالمونيلوسيس او انترايتس اللي هي سالمونيلا تايفي ميوريوم زي مثال على ذلك. مين من الانواع زي ما حكينا سالمونيلا انتريديدس بايوسيروتايبس، ومثال على الكلام اللي احنا حكينا فيه سالمونيلا تايفي ميوريوم، عباره عن سيلف ليميتنج ان هيلث انديفيديوالز. طبعا ممكن انه الانسان مع الوقت يتم شفائه من الاصابه بهذا النوع من البكتيريا. انفلاماتوري ليجيون اوف سمول اند لارج انتستاين، ممكن انه يكون في عنده ليجيون موجوده في السمول او لارج انتستاين. الستول كلتشر وجدوها حتى ممكن تضلها بوزيتيف ما بعد اسابيع من شفاء الانسان المصاب بالمي. فيما يتعلق بالايفنتس للسالمونيلوسيس، السالمونيلوسيس اللي قلنا الانترايتس اللي بتسببها مثالا على ذلك سالمونيلا تايفي ميوريوم، ايش ملاحظين السالمونيلا؟ السالمونيلا الان هي عمال بتعمل انفيدنج لمين، وبتعمل لايننج لمين؟ للابيثيليال سيلز لايننج انتستاين. عمال بتيجي بتهاجم الابيثيليال سيلز اللي موجوده عندي في الانتستاين. طب الان السالمونيلا، وجود السالمونيلا في هذا المكان ايش بيعمل؟ عملية تريجرنج لمين؟ بحفز مين؟ عملية الفاجوسايتوسيس، تمام. واللي هنا الان وجدوا انه السالمونيلا ايش بصير فيها؟ بتعمل عملية مالتيبليكيشن في within the phagocytic vacuole. بتعمل مالتيبليكيشن السالمونيلا في الفاجوسايتيك فاكيول. طيب ايش بصير بعد ما تعمل السالمونيلا مالتيبليكيشن في الفاجوسايتيك فاكيول؟
ايش بتعمل؟ بقول لي هنا السالمونيلا تستمر في عملها، بحيث انه ايش بتساوي؟ بتقتل الهوست سيل. شايفين الهوست سيل الابيثيليال سيلز اللي هجمتها في الاول، ايش اصبحت؟ طلعوا كيف كانت وكيف اصبحت. معناتها السالمونيلا عملت كيلينج للهوست سيل، وهذا عمل انديوسينج انه المريض اللي مصاب بحمى تيفويد ايش الان حيصير معاه. طبعا بناء على هذه المعطيات الموجوده حيحفز وجود دياريا عند الانسان المصاب بهذا الميكروب، حيث ان ايضا الميكروب السالمونيلا يمكن ان يذهب وين كمان؟ الى البلاد فيزلز. واذا ذهب للبلاد فيزلز ايش حيكون؟ طبعا وجود في الدم حكينا بيعمل بكتيريميا، والسالمونيلا كما هو واضح ممكن تتحرك في مين؟ في البلاد ستريم. يعني يمكن ان نجد السالمونيلا موجوده وين عندي؟ موجوده عندي في البلاد، في البلاد. تمام. حديثنا السابق كان عن السالمونيلوسيز الانترايتس اللي سببتها سالمونيلا تايفي ميوريام، اما الان حديثنا عن مين؟ عن السالمونيلا تايفي اللي بتسبب اللي هو التيفود فيفر او الانتر فيفر. سالمونيلا تايفي اللي بتسبب اللي هو حمى التيفويد. في عندنا سالمونيلا تايفي، وفي عندنا ايش كمان؟ في عندنا سالمونيلا باراتايفي، وفي عندنا باراتايفي اي، وفي باراتايفي بي، وفي باراتايفي مين؟ سي. لكن وجدوا انه الباراتايفي اي والباراتايفي بي والباراتايفي سي بسببوا مايلدر فورم اوف انتيريك فيفر. ايش مقصود بذلك؟ انه السالمونيلا تايفي بسبب حمى التيفويد، لكن الباراتايفي اي وبي وسي بسببوا حمى التيفويد لكن بدرجه اقل حده في الاعراض والاصابه. الانفكشوس دوز عندي للسالمونيلا تايفي 10 اس 6 كوليني فورمينج يونت بير ام ال، كوليني فورمينج يونت عفوا. كيفية انتقالها؟ فيكال اورال روت. اظن صارت واضحة ايش مقصود فيكال اورال روت، بحيث انه ممكن تنتقل ايضا بيرسون تو بيرسون، ممكن تنتقل من شخص لاخر. مين في عنا شغل حكينا عنها في حديثنا الكورونيك كارير، الناس اللي حاملين لميكروب السالمونيلا. تذكر اللي قلنا عنهم هذول الفود هاندلر اللي ممكن انه هم ينقلوا هذا الميكروب للناس الاخرين من خلال عملهم في المطابخ او المطاعم، بحيث انه اذا كان مصاب بهذا الميكروب ممكن انه خلال تعامله مع الطعام ينقله للناس الموجودين في المطعم، او نقله للاخرين من خلال الوجبات اللي تتم اعطائها للناس اللي بتاتي الى هذا المطعم. كذلك ممكن تنتقل فيكالي كونتامينيتد فود اور ووتر، زي ما حكينا فيكال اورال روت، في الطعام يكون ملوث طبعا، او ووتر ملوث، فيكالي كونتامينيتد فود اور ووتر. تمام. قديش الانكوبيشن بيريود عندي؟ من 10 ل 14 يوم. انيشال ساينز اوف سبسس بكتيريميا وذ سستيند فيفر ممكن انها تستمر لقديش؟ اكثر من اسبوع قبل ما انه بيفور ابدومينال، قبل ما بتظهر اعراض اللي هو الم في البطن. هذه من الاعراض اللي ممكن تلاقيها، انه في عنده فيفر عند المريض اللي بتلاقيه، لذلك اطلق عليه تيفويد فيفر، حمى التيفويد، لانه المريض المصاب فيها بتظهر عليه اعراض. الان لو شفنا اللي هي كيف بصير عند الباثوجينيسيس في حمى التيفويد. الباثوجينيسيس الميكروب ينتقل عن طريق مين؟ الماء او الطعام الملوث. وين راح؟ طبعا انتقل عن طريق مين؟ الفم. وين راح؟ على المعدة. من المعدة وين انتقل؟ الى السمول انتستاين، الى الجهاز المعوي، الامعاء، وبعدها انتقل الى الليمفاتيك، وانتقل للدم. الليمفاتيك الجهاز الليمفاوي، ومن ثم الى اللي هو مجرى الدم. بعد ذلك نجد انه هذا الميكروب عمل انفكشن لمين؟ للليفر، للسبلين، للبون مارو. عمل انفكشن في اكثر من مكان، مثل اللي هو الكبد والطحال والنخاع العظم. طيب بيقول لي بدا يتكاثر الميكروب وانتقل مره اخرى للدم، فانتقاله مره اخرى للدم ايش بنطلق عليها؟ سكند اند هيفير بكتيريميا. انتقاله للمره الثانيه حيكون بعدد اكبر الميكروب وتكاثر اكثر، وجوده بكميه اكبر الميكروب في الدم. فالان ممكن يترك اثر على انه يعمل اونست اوف كلينيكال انس، بيظهر اشكاليه مرضيه عند المريض وبتظهر على شكل اعراض، حيث انه اي ميكروب ايضا ممكن يعمل كولونايزيشن وين؟ في الجول بلادر.
وايضا تذكروا لما حكينا في الجلو البدره ممكن يعمل ري انفكشن مره ثانيه لمين؟ للانتستاين، وبصير عندنا تيفويد ألسر وسيفير إلنس عند الانسان المصاب بحمى التيفوئيد. هذه تقريبا اللي هي المسار اللي بتمر فيه ميكروب اللي هو السالمونيلا من الفم للمعده للسمول انتستاين، لمفاتيك يذهب الى الدم، ومن ثم يذهب الى اعضاء الاورجانز في الجسم زي الليفر سبلين بون مارو، بصير له ملتيبليكيشن، بدخل على الدم مره ثانيه بعبء اكبر واثقل، بصير تضاعف اكثر، وبالتالي بزيد من ظهور الاعراض، وبروح بعدين على مين؟ على الجول بلادر. وبنتذكر لما حكينا على الجول بلادر ممكن يعمل ري انفكشن لمين؟ لمنطقه الانفيجن للانتستاين مره ثانيه، وفي هذه الحاله بصير عند المريض تيفويد ألسر اند سيفير إلنس، بصير عنده تظهر اعراض بشكل اشد عند المريض المصاب. ممتاز. سيمبتومز، ايش الاشياء اللي بتظهر عندي انا عند الانسان المصاب بحمى التيفويد؟ الانكوبيشن بيريد عندي من 10 ل 14 يوم. جراديولي ايش بصير عندنا؟ انكريزنج للفيفر، ماليزيا، هيديك، ماليزيا، هذه اعراض الحمى والصداع والالم في العضلات. ممكن انها تستمر هذه الاعراض لاسبوع او اكثر من اسبوع. في سيفير كيسز، في الحالات الشديده، ممكن يصير عندنا هيموريج، يعني نزيف، بيرفوريشن، هذه في الحالات المتقدمه من الاصابه ممكن انه يصير عندنا هذه الاعراض. برنسبل ليجيون، ايش ممكن ايضا عند برنسبل ليجيونز؟ عندنا هايبربلازيا، نيكروسيس اوف ليمفويد تيشيو، هيباتايتس، فوكال نيكروسيس اوف ذا ليفر، and inflammation of the gallbladder. هذه طبعا ممكن انه يترك ايضا اعراض في مناطق معينه، بحيث انه بصير عندنا نيكروسيس للليمفويد تيشيو، ممكن يعمل هيباتايتس، ممكن يعمل فوكال نيكروسيس ايضا لمنطقه من الليفر، بصير انفلاميشن للجول بلادر، لللنج، لاماكن ايضا اخرى في جسم الانسان. بالنسبه للكلينيكال ديسيز للسالمونيلا، موست كومون احنا قلنا بكتيريميا قبل شوي، صحيح، وشرحناها. البكتيريا بتظهر وين؟ عندي في الدم، وفي عندي السالمونيلا تايفي والبارا تايفي والكوليسيوس، هذه انواع من البكتيريا ممكن انها تعمل ايضا بكتيريميا ووجود البكتيريا في الدم. symptoms like sepsis caused by other gram negative bacteria، طبعا بحيث انه في بعض الحالات بيظهر عندي بشكل واضح localized suppurative infection، بحيث زي مثال على ذلك التهاب نخاع العظم اللي هو osteomyelitis، او التهاب الغشاء الداخل المبطن للقلب اللي هو endocarditis، او التهاب المفاصل. مين اكثر ناس اللي يعتبروا ريسكي في هذه الحالات، يعني اكثر خطوره، او الفئات التي تعتبر اكثر تعرضا للخطر؟ اللي هم البيدياتريك، الجيرياتريك، بيدياتريك الاطفال الصغار، الجيرياتريك الناس الكبار في العمر، او الناس اللي عندهم ايش كمان؟ ضعف في المناعه. إيه، كنا تحدثنا في بدايه المحاضره لما تحدثنا عن السالمونيلا، قلنا انه في نسبه تقريبا 1 ل 5% طبعا بيكونوا حاملين لميكروب السالمونيلا بعد اصابتهم، مثال على ذلك بعد اصابتهم سالمونيلا تايفي او سالمونيلا باراتايفي. وبتتذكروا لما حكيت لكم انه عندنا كانوا يخطوا اللي هو مسحات من الناس اللي بتشتغل في المطاعم عشان يشوفوا هذول الناس هل حاملين للميكروب، بحيث انه اذا وجدوا هذا الشخص حامل لميكروب السالمونيلا بوقفوا عنه رخصة المطعم، نظرا لانه بيعتبر هو مصدر الاصابة لنقل هذا الميكروب. تعتبر هنا الجول بلادر يوجوالي ذا ريزرفوار، اورجانيزم شد ان فيسز، الميكروب بضلوا قاعد عنده وين؟ في المرارة، عند هدول الناس الحاملين للميكروب. وبتتذكروا حكينا مع بعض في الشرح انه الحل الاخير انه بنشيل الجول بلادر، بنشيل المراره عند هدول الناس اللي ايش؟ بيستمر معاهم لفتره طويله الزمن، فهو الاونلي سوليوشن للناس الحاملين لميكروب السالمونيلا. دايجنوسيس، عمليه الدايجنوسيس لحمى التيفوئيد. هذه من الاسئله الهامه بالاضافه للبايوكيميكال رياكشن اللي حنحكيها في العملي. بس الان لانه ما اخذناش احنا العملي، جزئيه البايوكيميكال رياكشن لما نشرح العمل ان شاء الله حنربطها بما يتم الحديث عنه هان، لانه ممكن من الاسئله ان شاء الله اللي بتجينا دائما في الامتحان وبتتم التطرق لها في نظر في صح وخطا او في مالتيبل تشويز
أو في كتابي أيضا كيف يمكننا أن نشخص مريض مصاب بحمى التيفويد. طيب الفيرست ويك تتذكروا الميكروب وين راح؟ تتذكروا وين حكينا؟ ماوث، معدة، سمول انتستاين، راح على وين؟ على البلد. إذا فيرست ويك وين بلاقيه عندي؟ في البلد. بعدين ديورينج ذا سكند ويك ممكن الاقيه وين؟ في البلد. فباخذ بلد، يعني معناتها ايش باخذ للمريض حتى نفحص الميكروب؟ بلد كلتشر، مزرعه دم. طب في السكند ويك ممكن يكون ضايل لسه الميكروب في الدم، فبيطلق عليها ايش؟ بناخذ عينه مين؟ بلد كلتشر، او ممكن ناخذ كمان مين؟ يورين كلتشر. هذه معلومه مهمه جدا. سيرولوجي يمكن اخذتوها مع الدكتور منصور، ايش الفحص اللي بنعمله لمرضى مصابين بحمى التيفويد؟ الفيدال تيست، اللي هو عبارة عن تيوب اجلوتينيشن تيست، ايش؟ بحيث انه بنستخدم انتيجين لمين؟ للسالمونيلا تايفي وبارا تايفي اي وبي، تمام، بحيث انه بصير عملية اجلوتينيشن لها بالبيشنتس سيرم. هاي حطوها في الفيدال تيست، من حيث انه انا باخذ عينة سيرم من المريض، بحيث انه بيحتوي على انتي بادي تتفاعل مع الانتيجنز للسالمونيلا تايفي او البارا تايفي اي وبي. ستول كلتشر، طيب واللي هنا بوزيتيف ديورينج مين؟ سكند اند ثيرد ويك. يعني صار عندنا الفيرست ويك بلاد كلتشر، سكند ويك بلاد اند يورين كلتشر، ستول كلتشر لسكند اند ثيرد ويك. البايوكيميكال رياكشن ان دول نيجاتيف، يورياز نيجاتيف. طبعا هذه البكتيريا بتنتج ال H2S، وهذا الكلام حنتطرق له بتفصيل اكثر ايضا في الجانب العملي. من ثم ننتقل الى التريتمنت للسالمونيلا. فيما يتعلق بالتريتمنت، في عندنا الحالتين اللي شرحنا عنهم بشكل اساسي، الحمى التيفويد والسالمونيلوسيز او سالمونيلا انتيروكولايتس اللي سببت الانتيرايتس. بالنسبه للانتيريك فيفر او حمى التيفويد، بنعطي طبعا انتيبيوتيك تريتمنت مثل الكلورامفينيكول، امبسيلين، ترايميثوبريم، هذه العلاجات المستخدمه، بالاضافه لمجموعه ليجونيرول زي السبروكسين وفلوكساسين، ممكن تعطي نتائج ايضا جيده في حاله حمى التيفويد. ممكن طبعا المريض المصاب في حال انه دخل في حاله ميتاستاتيك ابسس، دخل، فلازم يعملوا له ايش؟ سيرجيكال، يعملوا عمليه جراحيه حتى الدرينيج يسحبوا هذا الابسس او الخراج الموجود في المنطقه المصابه. هذا بالنسبة لحمى التيفويد. بالنسبة للانتيرايتس طبعا بكون عندي ديار عند هذا المريض، فحلجأ لمين؟ للسبورتيف ثيرابي. السبورتيف ثيرابي زي ما بنعرف كلهيتنا ان بلجأ انه كل ما واحد عنده دياريا بنعمل له علاج بايش؟ بدنا نعوضه بالفلودز والالكترولايتس، بنعوضه بالفلودز والالكترولايت. تمام. كرونيك كارير حكينا اظن للسالمونيلا تايفي، هذول الناس اللي مصابين بشكل مزمن وحاملين لميكروب السالمونيلا وموجود عندي في الريزرفوار اللي هو الجول بلادر في المراره، بنعطيهم علاج اذا كان طبعا انتيبيوتيك الون، مضاد حيوي، ممكن انهم يشفوا اوكي تمام. فيما اذا ما صارش عندي علاج لهم حنلجا في الاخير لاستئصال المراره عند هؤلاء الناس. اخر جزئيه في السالمونيلا بتتعلق بالبريفنشن اند كنترول. دائما بنعتمد على انه الوقايه خير من العلاج، فحتى ان نعمل نخفف من الاصابه بهذا النوع من الميكروب فنتبع طرق الوقايه، وطرق الوقايه اللي هي سانيتري كونديشن. بنأكد على موضوع الوقايه الصحيه من حيث اتباع النظام الصحي في البيت، من حيث غسل اليدين بالماء والصابون والتنظيف، لانه هذه الشغلات والجود هيجين، النظام الصحي الجيد في البيت بيساعد على انه الوقايه مش بس من كورونا اللي بنحكي عنها حاليا، برضو عند الميكروبات العديده والانواع الفيروسات. فدائما عندما نقي انفسنا باتباع وسائل النظافه الشخصيه بشكل جيد وتنظيف الاسطح بشكل جيد عندنا في المنزل، هذا بخفف عندنا من اللي هو وجود مثل هذه الميكروبات او الفيروسات. فالسانيتري ميجرز، الوقايه الصحيه والنظام الصحي المنزلي في البيت مهم جدا. كارير must not be allowed to work as food handler. الناس زي ما قلت لكم طبعا المطاعم كانوا يجوا يعملوا عندنا فحص لمين؟ لا السالمونيلا. في حال اذا لقينا عندنا عنده بوزيتيف
ايش بنعمل؟ بنسمح لهوش انه يستمر في انه يعمل يستمر في عمله في هذا المطعم، واذا كان هو صاحب المطعم ممكن يشغل حتى ثاني وهو ما يشتغلش نهائيا. المهم باخذوا اجراءات مشدده ضد الانسان اللي اذا احتاج الامر، ممكن اذا كانوا كلهم مصابين اللي بيشتغلوا في المطعم لا سمح الله، حينتها بيتجهوا انهم يغلقوا حتى المطعم اذا كان كلهم يعتبر او نسبه منهم حاملين للميكروب. فموضوع هذا يتم التركيز عليه لانه يعتبر مصدر هام لانتقال الميكروب للمجتمع. Strict hygienic precaution for food handling، لازم نتبع نظام صحي وقائي هام، لا خصوصا في نظام اللي هو التعامل مع الأطعمة، حيث لأنه من خلال هذا الهيجينيك بريكوشن اللي بنستخدمها في التعامل مع الطعام، هذا بيقينا من الإصابة بالميكروبات والأمراض. هل في فاكسينز against سالمونيلا تافي؟ في بعض الفاكسينز مثل البيروفايد في اي انتيجين، هذا من الفاكسين تستخدم للسالمونيلا تايفي، وهو عباره عن اورال ليف اتينويتد فاكسين، هذا اللي هو بيروفايد في اي انتيجين. إيه هيك بنكون احنا تقريبا خلصنا اللي هي الجزء الثاني من محاضره الانتيروبكتيريسي. حدثنا عن اللي هو الان انهينا هذه الجزئيه تتعلق بالسالمونيلا. ان شاء الله في المحاضره القادمه في الانتيروبكتيريسي الجزء الأخير فيها حنتحدث عن الشيجيلا ونكمل باقي الجزئيات الموجودة في الجرام نيجاتيف باسيلاي. إلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله.